اللهم نسألك الهدى والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. اليوم نستضيف وإياكم الدكتور أو الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي، ضيفا مختلفا هذه المرة، لكننا لا نريده بالصورة التي عرفتموه عنه، وإنما نريده بالصورة التي كانت قبل أن نخرج على الهواء قبل قليل إن شاء الله. دكتور سعيد حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك، يا مرحبا، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، الله يحييكم جميعا، نورتنا في محلنا وفي مكاننا. الله ينور أيامكم بطاعته. طيب أنا إحنا كالعادة نعطيك فرصة لتعرف نبذة عن من هو الدكتور سعيد الغامدي، وحبذا لو ترجع بنا لأيام الديرة وما قبل. والله اسمي طبعا سعيد بن ناصر بن سعيد آل حسين الغامدي من بني عبد الله، قرية اسمها الملد قريبة من الباحة، تبعد عن الباحة حوالي 3 كيلو. مولود في بلجرشي، ماني مولود في الباحة طبعا، لأن والدي كان يدرس هناك، وانتقلت في صغري مع والدي رحمه الله إلى المدينة، درست في المدينة الابتدائي تقريبا، نصف الابتدائي أو أكثر، يعني لا رابع ابتدائي. لما تخرج الوالد رجعنا إلى الديرة مرة أخرى، وأكملت سنة في معهد بلجرشي العلمي، ثم بقيت 5 سنوات في معهد الباحة العلمي. تخرجت 8، أنا أعرف بالتاريخ الهجري طبعا 98. 98 يعني هذا عام 78. نعم. وبعدها انتقلت إلى أبها أدرس في كلية اللغة العربية أول ما سجلت، ومكثت فيها نصف عام، ثم انتقلت بعدها إلى كلية الشريعة، وبقيت في أبها 25 سنة من دراسة الجامعة إلى الإعادة إلى الماجستير إلى الدكتوراه، إلى أن تحولت الجامعة، كانت فرع جامعة الإمام، صارت جامعة الملك خالد. ثم بعد ذلك انتقلت في عام 23 هجرية إلى جدة جامعة الملك عبد العزيز، وبقيت فيها عدة سنوات، ثم طلبت التقاعد المبكر وفررت منكم لما خفتكم، فررت إلى، يعني كنت متنبئ بأن الأحداث سوف تكون غير جيدة، وأخبرت أصدقائي ومن أعرفهم بأنني أتوقع هذا الأمر، وكانوا يرونني مبالغا أو متشائما، وذهبت إلى تركيا للتدريس ولكتابة الأبحاث، أنشأت مركز أبحاث ومنتدى للعلماء وتعليم اللغة العربية، بقيت فيها حتى جاءت أحداث الاعتقالات في 2017، اعتقالات المشايخ، فجاء طلب رسمي من الحكومة في الرياض، حكومة لأنقرة، فطلبوا مني الأتراك الخروج. نعم، أوكي. فخرجت بعد ذلك، والآن أنا في لندن. هذا باختصار شديد جدا يعني. طيب حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا. ندخل في الدسم الآن. طيب يلا توكل على الله. طيب الأكثر المواضيع التي طرحت خلال الأيام الماضية واليوم، حتى إعلام الحكومة السعودية والقنوات المحسوبة على الحكومة السعودية من أو الصحفيين والمثقفين والمفكرين، يتناولون موضوع الصحوة بقوة، بل إن الأمير محمد بن سلمان شخصيا تحدث عن ذلك وتكلم في أحد اللقاءات أنه منذ 79 وظهور الصحوة مع حادثة جهيمان وغيرها وغيرها وغيرها، بدأت الأمور والأوضاع تتغير في المملكة العربية السعودية ونعود إلى العصور الظلامية. اليوم نحن نريد التحرر من الصحوة. استضفت في الأيام الماضية، كان عندي عدة ضيوف، لكن لا أجد مع كل تقديري واحترامي أحد قد يكون متهما أو موجه إلي هذا السؤال، أجدر بالإجابة منك لأنك أنت كنت أحد الأسماء النشطة في تلك الفترة. عشان أبغى أعتذر أول شيء عن الصحوة. وأعتذر للجماهير الكريمة. أنا أولا حقيقة لست من يعني الرموز المهمة في نشأتها، ولكني أدركت أوائلها وتأثرت بها. جميل. الصحوة في حقيقة الأمر هي امتداد طبيعي لحالة التدين الموجودة في البلد
برعاية الدولة منذ نشأتها، لأن الدولة بدأت منذ النشأة على أساس أنها دولة شبكت أو مزجت ما بين الدين وما بين السياسة، ومعروف القضية محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود. جميل. لكن كانت الأوضاع في أيام عبد العزيز أوضاع تأسيس وحروب وما أشبه ذلك من الأمور. في أيام سعود الملك سعود حصل شيء من الاختراق الناصري أو التغلغل الناصري في جو الأسرة الحاكمة. جميل. وطبعا كان عبد الناصر آنذاك له زخم كبير جدا. هو ومحمد نجيب زاروا الملك عبد العزيز في سنة 52 يعني 72 زاروه في الطائف. محمد الفيصل كتب هذا في مذكراته بأنه هو كان الذي يدفع الكرسي الذي كان عليه جده عبد العزيز، وكان محمد نجيب وعبد الحكيم عامر وعبد الناصر جاءوا إليهم في الطائف، أخذوا عمره وثم جاءوا زاروا الملك وتحدثوا معه. فبعد أن خرجوا طبعا كانوا برئاسة محمد نجيب آنذاك، كانوا يخدعون محمد قبل أن يسيطر عبد الناصر، نعم قبل أن يطيح به، لأنها يعني أطاح به إطاحة سيئة وغدر به. فالمهم أنه عبد العزيز يقول محمد الفيصل بأنه قال فحالهم أبو خشيم، فحالهم أبو خشيم يعني عبد الناصر هو أبو خشم الكبير، هذا هو فحالهم وهو الكبير فيهم، هو أخطر واحد فيهم يعني توسم فيه وتفرس تنبأ. فيه تنبأ نعم نعم نعم، وكانت فرصته صحيحة يعني. زاد الزخم الديني من جهة، كانت الدولة في حاجة إلى قضاء وإلى تعليم وإلى ما أشبه ذلك من الأمور، لكنه أيضا زاد التغلغل وجدت الاتجاهات اليسارية وبالذات الناصرية، وهناك الأمراء الأحرار الذين كانوا وصل إليهم الفكر الناصري مثل أمير طلال والأمير عبد الله اللي أصبح ملك بعد ذلك، ومشعل وفواز، هؤلاء الذين يعني أصبحوا ما يعرفون بالأمراء الأحرار، وشكلت آنذاك يعني وزراء تقريبا قريب من هذا الجو. جميل. وحتى سعود سمى القصر قصره الذي كان يسكن فيه في الرياض سماه الناصرية نسبة إلى جمال عبد الناصر. عجيب. نعم. طبعا الأمراء الباقين وبالذات فيصل كان يدرك، وكان ولي العهد كان يدرك أن هذا التغلغل خطير على توجه البلد وخطير على بوصلته الدينية التي نشأت عليها البلد، أو التي يعني الشعار الذي يعني بدأوا به. فبدأ يواجه هذا لكن بهدوء من تحت لتحت، إلى نهاية الأمر قرروا إزالة سعود وأزالوه وبانقلاب أبيض، يعني ما كان فيه دماء. وقصة الانقلاب موجودة مفصلة في كتاب قلب من بنجلان للأمير سيف الإسلام بن سعود بن سعود بن عبد العزيز، ذكر فيه تفاصيل هذا الانقلاب، كيف أن سعود سوى حراسات على قصوره وأخذ أبناءه ووزعهم على بيوتات أهل الرياض خوفا أن يغتالوا أو يقتلوا وشيء من هذا القبيل. طيب. بدأت المواجهات حينئذ بين عبد الناصر وبين فيصل. ممتاز. كان هناك صوت العرب مع أحمد سعيد، وأنشا فيصل صوت الإسلام التي تحولت فيما بعد نداء الإسلام. أيوة. وبدأ عبد الناصر يضغط على الإخوان ويتهمهم بأنهم إرهابيين وأنهم قتلة وأنهم يريدون تدمير البلد، وعمل تمثيلية سماها اللي هي المنشية ومذبحة المنشية. فهرب أعداد من الإخوان إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى دول الخليج وإلى المملكة كذلك. يا سلام، هذا الكلام عام كم تقريبا؟ يعني في الستينات. نعم. الستينات الميلادية. نعم. لما جاءوا إلى، وبعضهم جاء من قبل يعني قبل الستين، يعني مثلا الستينات. نعم. يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان من كبار هيئة كبار العلماء،
والشيخ مناع القطان أيضا كان من العلماء الكبار. هؤلاء جاءوا من بداية المضايقات. ممتاز. يعني الآن في صراع ما بين الملك فيصل وما بين جمال عبد الناصر. عبد الناصر استقوى بتياره، فالملك نعم. فيصل الآن محتاج ما يوازيه في القوة حتى يقاوم هذا نعم. النفوذ. ممتاز. فيصل كانت لديه قوة دينية، لكن القوة الدينية الموجودة لديه قوة تقليدية علمائية حنابلة تقليديين، ليست لديهم الآليات التي يستطيعون بها مقاومة الأفكار الجديدة العلمانية والاشتراكية والطروحات الجديدة. فكان إما مقتنعا أو مضطرا إلى أنه يستعين بالإخوان الذين جاءوا إلى البلد من مدة قريبة في عهده. يعني كان في عندنا في المملكة العربية السعودية مدرسة تقليدية من العلماء والدعاء من المفتي أو كبار العلماء أو غيرهم، لكنهم كانوا يفتقدون إلى مهارات التنظيم مثلا أو العمل السياسي ومهارات الوعي الفكري للتعامل مع القضايا المعاصرة. جميل. هذه أهم نقطة. جميل. لأن القضايا المعاصرة لا يكفي فيها معرفة الإنسان بالتدمرية والواسطية وزاد المستقنع ورض المربع وما أشبه ذلك من الأمور، إلى حد أن بعض المشايخ أخبرني يعني كانوا مثلا في الرياض يخطبون خطب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوعة ويرتلونها ترتيلا على المنابر، يعني يقرؤونها كالترتيل. وأول من جاء وخرق هذا العرف الشيخ مناع القطان، فتسامع الناس بأن هناك شيخا مصريا يخطب بلا ورقة ولا يرتل، وهو الشيخ مناع القطان. فذهبوا إليه، ذهب الشباب إليه وتأثروا بطرحه، تأثروا بفكره، وبدأوا يقتنعون بمثل هذا الأمور. كان أنا ذاك حتى في كلية الشريعة، في كلية الشريعة في الرياض، أنا ذاك صراع ما بين اليساريين وبالذات الشيوعيين وغيرهم. كان كتب وبيانات الحزب الشيوعي توزع في كلية الشريعة وفي غيرها من الكليات. جميل. وهنا نشأ صراع بين الطلاب أنفسهم، لكن ما كانوا يملكون الأدوات التي بها يعني يواجهون هذا الفكر. بعد ذلك يعني تطورت المسألة وبدأت الكتب الإخوان ومجلات الإخوان وشخصياتهم سواء كانوا من المصريين أو السوريين أو حتى الهنود، مثلا زي الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله والشيخ أبو العلا المودودي، بدأت تريد كتبهم. وفي هذه الفترة عمد الملك فيصل رحمه الله إلى توزيع كتب الإخوان حتى في الأسواق. أيوة. يعني أذكر حلو. أنا في صغري ممتاز. أنا أذكر في صغري أنه في سوق الباحة كانت توزع كتب، وكان الوالد قد أتى بها، وزعت في السوق لماذا قتل سيد قطب إخوانه، أقسمت أن أروي لروكس معكرون الإخوان الذين ظلموا معالف الطريق ومعالف أنا أول كتاب رأيته لسيد قطب في حياتي رأيته عند والدي رحمه الله. والدي متخرج من الجامعة الإسلامية وتلميذ للشيخ بن باز، تلميذ للشيخ الألباني، فرأيته يخفي كتابا يعني، فأنا لصغري ويعني لقافة أبغى أشوف إيش هو الكتاب هذا الذي يخفيه، فاستخرجته وقرأت فيه، فتعقدت منه تعقد شديد اللي هو المستقبل لهذا الدين، ما فهمت من الشيء، وكرهت شيء اسمه سيد قطب، وبقيت معي هذه الكراهية لين وصلت الجامعة. ما انت فاهم علي؟ ما فهمت، ما أدري إيش يقصد. والوالد كان إذا جلس مع نظرائه كان يقول لهم في كتاب فيه كذا فيه كذا فيه كذا، يشرح لهم بعض القضايا وبعض الأمور التي هم لم يتلقوها ولم يتعلموها في الجامعة. وهنا بدأ الأمر، بدأت الأجواء تتفاعل، وبدأت الناس تقبل على كتب، على هذه الكتب وعلى هذا الفكر وعلى هؤلاء المشايخ. احنا في اي فترة معلش دكتور؟ احنا نعم. في اي فترة الان في اي فترة؟ يعني في الستينات وبداية السبعينات. في السبعينات، بداية السبعينات. اذا في بداية السبعينات طبعا فيصل كان قد أخذ على الإخوان أنهم لا ينشئون تنظيما في المملكة. على الشيخ مناع القطان والشيخ فتحي الخولي
كان معه من أيضا الدواليبي والشيخ محمود الصواف، هذولا يعني أعلام كبار من مستشاريهم المقربين، فأعطوه هذا الوعد. ولذلك نشأت الصحوة الإسلامية التي تتهم بأنها إخوانية منذ ذلك الوقت على أساس أنها فكرة وليست تنظيما. يا سلام. ولذلك لا يوجد، يعني الدولة الدولة قالت لهم خذوا اطبعوا كتب، سووا ندوات، سووا مؤتمرات ولقاءات و و و، لكن لا تتناول السياسة بأي شكل من الأشكال، لا تعملون تنظيم سري مخفي عن الدولة أبدا. ممتاز. وافقوا لهم على ذلك. ممتاز. والذين خالفوا في هذا الأمر، خالف أحد الإخوان القدامى وأوجد، حاول أن يوجد بعض الخلايا التنظيمية واكتشف من الدولة وسفر بعد ذلك، وأبين له شيخ مناع وغيره من المشايخ أن احنا والله لا نعلم به، وهو اتخذ هذا الإجراء من عندي نفسه، وصارت فرقة بينهم وبين هذا الشيخ الذي عمل هذا الأمر. تفاعلت هذه المسألة وتطورت، وصار الوعي يزداد ويكبر، والكتب أصبحت متوفرة، ومجلة المجتمع صارت تأتي، يعني كتب سيد قطب صارت تأتي، حتى ظلال القرآن بطبعاته الأولى التي طبعها الشيوعيون في لبنان نكاية في عبد الناصر كانت تأتي في المكتبات السعودية، وهذا من العجائب الأمور وغرائبها، لأن الشيوعيين كانوا ضد عبد الناصر لأن سجن الماركسيين في مصر، فالشيوعيين نكاية في عبد الناصر طبعوا كتاب الظلال ووزعوا. أنا أذكر إلى فترة التسعينات وبداية التسعينات، يعني حتى في صغري كنت أشاهد مثل هذه الكتب موجودة في المساجد، في مكاتب المساجد بكل وضوح، وكتب سيد قطب وكتب محمد قطب والخلافة والملك أبو على المودود، كتب هذه موجودة في مكاتب المساجد، بل بعض هذه الكتب كان عليها طبعات وزارة الدعوة والإرشاد، وزارة الدعوة والأوقاف، وإيش كان اسمه؟ حتى وزارة المعارف، كانوا يسمونها وزارة التعليم، وزارة المعارف، كانت توزع كتب محمد قطب وكتب سيد قطب وكتب أبو على المودودي، وعليها خطم وعليها شعار الوزارة، كان الأمر عادي. جميل. نعم. جميل. طيب الآن بدأت اتضحت الصورة أنه كان في خطاب معادي ضد المملكة العربية السعودية وضد الحكومة. الدولة قالت لا، خلونا نحتضن الجماعة هذول، نجيبهم نعطيهم مساحة نعطيهم كذا حتى يكون عندنا على الأقل قوة أو مخالب نستطيع مهاجمة هذا الخصم السياسي أو هذا الثقل السياسي الموجود في دولة مجاورة بإعطائهم هذه المساحة. طيب إلى أن وصلنا إلى 1979، هل كان قبل ذلك في أي خلافات واضحة أو كانت الأمور على ما يرام؟ يعني فيه تيار سلفي كان موجود، يعني يميل إلى التشدد ويميل إلى الحرفية في تناول النصوص، ويعني عنده شيء من الجرأة على التكفير والتبديع والقسوة في التعامل مع، كان موجود هذا التيار أيضا، وهو عبارة عن، يعني نستطيع أن نقول أنه عبارة عن امتداد لتيار الإخوان الذين لهم فيصل بن بجاد وسلطان بن بجاد وفيصل الدويش وإخوان من طعلة، وأيضا تلامذة مدرسة أئمة الدعوة النجدية كانوا على هذا المنوال، لكن ما كان يعني ذاك الصراع المشهور، لكن كان الاتجاهين معروفين. هذا الاتجاه الآخر أيضا هو نمو، يعني هو للأسف الشديد أن الناس يظنون أن الأفكار والحركات لا تنمو، هي تنمو في حقيقة الأمر، هي مثل الكائن البشري تنمو وتزداد وقد تموت، وقد تصاب سكتة قلبية وتموت أو تضعف قليلا قليلا حتى تسقط، فبدأت تنمو هذه الأفكار قليلا 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 حتى انتهت إلى حركة جهيمان. كان فيه تيارين بالذات في الجامعة الإسلامية. نفصل هذه النقطة بس عشان انتبه، كان في حركة جهيمان من ناحية، لا ما بعد وجدت حركة جهيمان، لكن كان في تيار يؤمن بأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي الدعوة الوحيدة التي يمكن أن تخلص العالم من مآزقه. أيوة. وأن هذا الدعوات التي جاءت من مصر أو من غيرها هذه دعوات
صح انها جيده وطيبه وناس طيبين وعندهم فكر طيب، لكنهم لا يمكن ان يوازوا او يقاربوا هذه الدعوه. ليش؟ ايش كان حجتهم يعني بذلك؟ أولا انه عقيدتهم ضعيفه. الاخوان الذين جاءوا كان عندهم علم بالاصول، اصول الفقه، وكان اصول الفقه في الجانب الاخر شبه مهجور، يعني وليس من الـ الـ الأسرار أن أقول بأن أنك إذا فتشت كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لا تكاد تجد فيه إلا النزر القليل القليل من ذكر قضايا أصول الفقه. أيوة، تركيز على العقيدة والعقائد. نعم، العقيدة والنصوص. جاء طبعا بعد ذلك لحق بهذا الأمر في فترة لاحقة التوجه نحو الدليل مباشرة وعزل المذاهب على جنب، وبدأت صراع المذهبية واللا مذهبية، وهذا الصراع أدى إلى وجود يعني وكان على رأس المدرسة اللا مذهبية الشيخ الألباني عليه رحمة الله، هو أيضا شيخ لوالدي، لكنه كان ما يؤمن بالمذهبية ويرى أن على طالب العلم أن يأخذ من النص مباشرة. طيب دكتور، في عندي سؤال إذا سمحت قبل أن أتركك تكمل السرد التاريخي. إيش الفرق ما بين التيار الصحوي اللي كان موجود الذي كانت الدولة تدعمه أيضا، وما بين المدرسة التقليدية التي كانت وما زالت إلى اليوم متجسدة ببعض الأسماء الموجودة، على سبيل المثال الشيخ صالح الفوزان أو مفتي المملكة أو الشيخ الحيدان على سبيل المثال؟ ما الفرق بينهم فيما يطرحون؟ لماذا الدولة ترضى اليوم عن هذه الفئة ولكنها تعتب وتقاوم وتحارب وتعادي هذه الفئة؟ ما الفرق فيما بينهم؟ يظهر أن السياسي ينظر إلى المكونات الرئيسية الأساسية الموجودة عند الفكر الإسلامي الآخر غير الفكر السعودي أو النجدي، بأنه فكر شمولي، فكر يتناول قضايا الأمة بكاملها، يدخل في السياسة، يدخل في الاقتصاد ويتكلم فيها ويوجد البدائل، يدخل في قضايا علم النفس، يدخل في قضايا علم الاجتماع، يعمل في الإعلام، ينشط في مناحي كثيرة، يربي أجيال على هذه المعاني ويفهمهم شمولية الإسلام، يربطهم أيضا بقضايا الأمة ومشاكلها. المدرسة التقليدية الأخرى كانت مدرسة يعني أقرب ما تكون إلى المدرسة المدرسية الأكاديمية، يعني عقيدة وفقه وما أشبه ذلك، ومحصورة في هذا الاتجاه مع تسليم مطلق بولاية الولي الفقيه الحاكم، أقصد الحاكم تسليما مطلقا وليس من حق أحد أن يعترض عليه أو يعمل أي شيء يخالفه، وإذا أراد أن يعترض أو يخالف فعليه أن ينصحه في السر أو يرسل له برقية أو شيء من هذا القبيل. فهنا الاختلاف بين المدرستين. أيوه. كمنهجين رئيسيين في التعامل مع قضايا الواقع. يا سلام. طيب لو تفضلت، اليوم وصلنا إلى عام 1979 في السر التاريخي تقريبا، كان في حدثين مهمين في المنطقة، وتأثر تأثرت الأنشطة والحركات الإسلامية بهما. كان في خروج للثورة الإيرانية وتصدر الخميني والإسلاميين في إيران أو الملالي في إيران لهذه الثورة. كيف حصلت؟ ركب الثورة، ما ركب الثورة، من أشعلها، من أطلقها؟ هذا أمر مختلف. وكان في المقابل وفي الجهة الأخرى كان في حادثة أخرى حصلت وهي واقعة شهيرة اليوم يتم النقاش عنها بكثرة وبقوة، حادث الجهمان. ما الذي غيرت هذه الحركتين؟ وأريدك إذا تكرمت أن تفصل لنا في أسباب ظهور ونشوء حركة جهيمان. أولا، قبل حركة جهيمان كان الملك فيصل رحمه الله في أواخر حياته صعد الخطاب نحو قضية القدس بشكل قوي جدا، وتكلم هنا في بريطانيا، وتكلم في الأمم المتحدة، وتكلم في خطابات عديدة بأن القدس محتلة، وأن الضمير العالمي الذي نناشده هو ضمير ميت وكاذب ومراوغ، وأنه إذا كان الله قد يكتب لي الموت في أي لحظة فإني أتمنى أن يكون شهادة في سبيله. فهذا طبعا
كان خطابا أنا في ظني وفي تقديري، وإن كان يخالفني بعض الناس، أن هذه كانت قناعة موجودة لدى الملك فيصل رحمه الله. ومما أستدل عليه بهذا الأمر، وإن كان بنستطرد شوية قبل ما نصل لسؤالك، لا خذ راحتك، فيها طرفة. أن في سنة 1401 أظن استضاف أمير عسير آنذاك صديق والده اللي هو الشيخ محمد محمود الصواف خالد الفيصل. نعم. استضاف الصواف في كلية الشريعة، كان عندنا صالة كبيرة. الشيخ الصواف هل هو عراقي؟ عراقي الجنسية أصلا؟ عراقي. نعم. عراقي الجنسية. نعم. من قادة الإخوان، وكان قائد أيضا حتى في حرب 48، كان قائد كتائب الإخوان ضد اليهود في 48. كان له يعني النضال مشهور ومعروف. جميل. ورجل كبير، كبير الهمة وكبير الهامة وكبير العمامة وضخم وصاحب صوت جهوري. وهو كان الملك فيصل الله يرحمه كان إذا لما بدأ بفكرة التضامن الإسلامي كان قبل أن يذهب إلى بلد ما يرسل من يمهد للزيارة ويرتب لها الشيخ محمود الصواف، وهو الذي يلتقي بالرؤساء من قبله ويتكلم معهم وكذا وعن الزيارة وكذا، ثم بعد ذلك يأتي الملك. يعني استخدام للصحوة ورموزها على أعلى ما يكون. أنا ما أظن أن أنه أن قضية استخدام بقدر ما قد تكون قناعة. قناعة. طيب. أنا عنده أن هؤلاء الأشخاص ناس جيدين ويؤدون دورهم بشكل جيد وينفعون الإسلام والمسلمين. جميل. المهم أن الشيخ الصواف لما جاءنا طبعا في الكلية كذا فبركوا الأسئلة لازم تكون محددة، الأمير موجود وفي ناس اللي يسألون معينين وفي كذا، تعرف الأجواء هذه وفي ناس مشاغبين يعني لا تحسب انك انت بس المشاغب يعني. لا انا اغلب واحد انت ضعيف ها ضعيف في ناس كانوا مشاغبين تعمدوا ان يخرجوا عن نطاق الحصر هذا الذي كان، فقام بعضهم يسال الشيخ الصواف: يا شيخ، ما هو يعني ايش المشكله بيننا وبين اسرائيل؟ اسرائيل 3 ملايين، واحنا هذه الملايين الهائله من العرب والمسلمين، ونحن قادرين يعني نغلبهم. قال لهم: ساذكر لكم امرين. الامر الاول انني في يوم من الايام وانا كنت في اخر الليل جاءني طلب من الديوان الملكي، قالوا الملك يريدك الان اخر الليل، وكان ما هذا امر غير معتاد. الملك كان ينام يعني مبكرا. لا المعتاد آخر الليل أصلا، الشغل كله آخر الليل يعني. قال أنا انفجعت يعني في شيء يعني لابد. قال: فذهبت إليه فدخلت عليه فإذا وجالس على سجادته يصلي، وقال لي: يا شيخ، كيف استطاع صلاح الدين أن يحرر القدس من الصليبيين؟ عجيب. أي نعم، هذا أنا سمعته بأذني ما عاد حدثني. قال: فشرحت له ماذا صنع صلاح الدين وكذا 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 وكذا. قال ثم قال: أنا والله ما أرقت، وجاني أرق شديد ما استطعت أنام بسبب هذا الأمر، فأحببت أني أستشيرك وتدلني على شيء يعني أستنير به في هذا الأمر. المهم، قال: أما الأمر الثاني فقبل أن أجيبكم سأذكر لكم قصة رجل خثعمي أوتي به عند الحجاج بن يوسف بعد فتنة ابن الأشعث، أو اللي خروج القراء وقتالهم للحجاج. فكان هو يأتي بالناس يقول لك: تعترف أنت كافر؟ إذا أنت اعترفت بالكفر تجدد إسلامك ويطلقك، إذا ما تعترف بالكفر ما فيه إلا السيف الأجرب. المهم، فهذا الخثعمي رجل كبير في السن، فقال له الحجاج وهو كان رأس في قومه خثعم، قال له: تعترف على نفسك بالكفر لما خرجت مع عبد الرحمن بن الأشعث؟ قال: اسمع يا حجاج، والله ما بقي من عمري إلا مثل ظمأة حمار. ظمأة الحمار يعني ظمأة بسيطة، ما يصبر زي الجمل مسافة طويلة، ظمية قصيرة يعني. يقول: ما بقي من عمري إلا حاجة بسيطة، والله لا أضيع عمري وأحبط عملي وأعلن كفري أني كنت كافرا، فافعل ما بدالك. قال الشيخ الصواف، طبعا قتل الحجاج، قال الصواف: أنا والله ما بقي من عمري إلا مثل ظمأة حمار، وأنا سأقول لكم: نحن العرب والمسلمون عبارة عن أسود قادتها ثعالب، واليهود عبارة عن ثعالب قادتها أسود،
فإذا التقى القائد الأسد مع القائد الثعلب هرب الثعلب وهربت الأسود من ورائه وهجم الأسد وهجمت الثعالب من خلفه. فكانت كلمة بليغة وعظيمة. المهم أن فيصل لما قتل رحمه الله أظن قتل في 73 أو 74 ميلادي ميلادي نعم قتله ابن أخيه على إثر حوادث معينة. طبعا على خلاف ما يقول الأمير محمد بن سلمان بأن الإخوان هم الذين قتلوه، طبعا هذا للأسف يعني كذبة كبيرة ما كان ينبغي له أن يقولها أبدا على رؤوس الأشهاد، والناس والعالم كله يعرف أن هذه كذبة كذبة كبيرة. يعني كيف قتل؟ طيب أعطينا بما أننا موجودين، أعطينا أعطينا كيف قتل الملك الفيصل حصل معلومات التي لديك. طبعا الذي حصل أن خالد بن مساعد ابن أخ الملك ابن خالد بن مساعد بن عبد العزيز شاب تدين على الطريقة السلفية المتشددة التي ترى حرمة الصور وحرمة صوت المرأة وحرمة وكذا، واحتج على قضية ظهور صوت المرأة في الإذاعة وظهور الصور في التلفزيون، وصار عنده يعني احتجاج قوي في هذا الموضوع، وبدأ يعتصم في بيته. بعد ذلك ذهب مجموعة من الأمن العام لمحاصرته، فكأن صار في مناوشات أو إطلاق نار بين الجهتين، فصدر أمر من فيصل إن إذا أطلق عليكم النار أطلق النار واقتله. فقتله، قتل. أظن أن الذي قتله واحد اسمه بن هلال الفريق نعم. فيصل بن مساعد أخوه وعبد الرحمن بن مساعد هذا الذي الآن هو موجود في الرياض ويلقي أشعار وما شاء الله أشعار يعني من أبو خمسة بقرش، هذا فيصل بن مساعد كان في أمريكا ورجع يعني تكلم في موضوع والد. يا دكتور حس النكتة عند الزهرين الآن ما شاء الله سعر منافس الآن. طيب لا والله عجبني انت لما تقول واحد انا زاراني من لبنان يا خيي طيب. المهم ان جاء فيصل بن مساعد ودخل على الملك، وكان انذاك في الضيافه وزير البترول الكويتي واحد فلان كذا الكاظمي اسمه، فدخل جلس مع الكاظمي، وبعدين لما دخل الكاظمي ليسلم على الملك وكان في لقاء مع أحمد زكي يماني لأجل قضية النفط وما النفط وكذا، فدخل فهو الكاظمي يحدث في مقابلة معه أنا سمعتها من خلفه، رفع المسدس وقتل به الملك فيصل رحمه الله، وأخذ بعد ذلك المستشفى لكنه قضى نحبه. فهذه هي القصة التي حدثت، وكانت فاجعة حقيقة بالنسبة للناس وبالنسبة للأسرة كذلك. تعين ولي عهد الملك خالد ملكا، وكان هو ملكا يعني شكليا في غالب الأمر، وكان الذي يحكم حقيقة هو فهد. طيب الآن احنا انت عدت لنا قصة احنا سألنا عن حادثة جهيمان الثورة الإيرانية، عدت بنا إلى تعليقات الشيخ الصواف، قصة الشيخ الصواف كنت تستطرد منها. نعم. الآن أنت قلت حتى ما قبل الصحوة كنت مهد أو عذرا كنت مهد إلى ما قبل حادثة جهيمان عن أسباب، نعم. عن أسباب ظهور هذه الحركة وعن أسباب الحادثة التي وقعت. يعني كما قلت لك بأن هناك حراك سلفي يعني كما يصفون اليوم يقولون وهابي موجود عند كثير من المشايخ وطلاب العلم الذين يرون أن الدولة قد انحرفت وبدأت تبيح الصور، وحتى حصل مجموعة منهم في المدينة المنورة خرجوا بحملة، خرجوا من المسجد النبوي يكسرون الصور المانيكان حقت الملابس والمانيكان حقت هذه المجسمات الملابس ويكسرون الصور ويحطمونها وكذا وكذا، و على إثرها تمت التضحية بمجموعة منه يعني مجموعة من الإخوان من عجائب الأمور الذين هم كانوا لا يرون فيها شيئا يعني، فرحل الشيخ محمد الأشقر والشيخ عمر الأشقر والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لما كان مع الإخوان آنذاك،
ومجموعة كبيرة من الإخوة رحلوا وعوقب بعض هؤلاء. لكن هذه البذرة أيضا كانت هي هذه النواة لمجموعة جهيمان التي جاءت فيما بعد. المهم أنه بعد مجيء فيصل جاءت فترة الملك خالد، وكانت حقيقة فترة رخاء شديد، رخاء مادي مالي، ورخاء أيضا حتى في المطار وفي النعم والخيرات. والله أعلم يعني إيش السر في هذا الأمر، لأن الرجل كان معروفا هو في ذاته بصلاحه وحسن نيته وتواضعه وطيب خاطره، لكن ما أظنه كان له من الأمر شيء، كان الأمر كله بيد ولي العهد آنذاك. بدأت قضية الثورة الإيرانية قبل حادثة جهيمان بطبيعة الحال، ولما بدأت هذه الثورة الإيرانية قلبت الكثير من الموازين والمعايير السياسية في المنطقة، وأدت إلى يعني اضطراب، ومما أدى إلى أن الدولة أرسلت مندوبين منها إلى الخميني لتهنئته بوصوله إلى الحكم. عجيب. نعم، أرسلت في أوائل الأيام أرسلت الشيخ محمد بن سبيل، وكان آنذاك إمام الحرم. أيوة. نعم. وكان رئيس شؤون الحرمين، كانت تسمى آنذاك شؤون الحرمين، كانت تسمى بعدين غيروها قالوا شؤون المسجد الحرام للمسجد النبوي عشان لا تختلط بخادم الحرمين. أيوة. شؤون الحرمين خادم الحرمين، يصير هذا رئيس شؤون الحرمين وذاك اسمه خادم الحرمين، ما تصلح يعني تعرف من الآن. المهم فراح الشيخ بن سبيل والشيخ بن صالح إمام الحرم المدني في صورة مشهورة، سلموا حتى مصحف للخميني هدية وهنأوه بالانتصار والوصول إلى الحكم وإلى يعني شيء من هذا القبيل. يعني حتى الذين هم جالسين يقولون أن الناس الإسلاميين ذهبوا إلى الخميني وقابلوا، طيب حتى إحنا رحنا الخميني وقابلنا الخميني وهنأنا الخميني وأهدينا الخميني. يعني فهذا الأمر حصل يعني، ولكن الحراك الخميني منذ أن بدأ الخميني بدأ قضية تصدير الثورة، وكان يعطي قضية تصدير الثورة والتصدير الفكر الشيعي أهمية كبرى، حتى أنه كان في زمنه كانت اللي يسمونها وزارة الإرشاد أو كذا، كانت ميزانيتها ربما تضاهي ميزانية وزارة الدفاع. وهنا بدأ الخوف من انتشار الفكر، وبطبيعة الحال الخميني استطاع بطريقته التي استلهمها في قضية ولاية الفقيه أن يخرج الشيعة من عقدة الانتظار، انتظار المهدي الغائب. أيوة، انتظار قال لهم انتظرين متى، لازم إحنا نهيئ أنفسنا ونوجد ناس يستقبلون الخميني يستقبلون المهدي إذا خرج. فهذه غيرت في التركيبة الشيعية سواء كانت في إيران أو في العراق أو في السعودية. هل ما قام به الخميني أحدث نوع من الغيرة عند أهل السنة؟ قالوا طالما أنه ظهرت حركة شيعية سياسية بدأت تحكم، ليش ما نحكم؟ هل هذا كان الخطاب موجود قائم؟ أنا ما سمعت بمثل هذه المقارنة وما علمت بوجودها حقيقة، لكن أظن أن الأجواء كانت هي أجواء ترقب وحذر، وبالذات من في المملكة. ولذلك في أوائل عهد في أوائل يعني أنا حقيقة أعتبر حكم الملك خالد الله يرحمه هو حكم الفهد، يعني كلها كانت عهد واحد. كانت في تلك الأيام كان يعني فتحوا أغاني ومغنيات يطلعون على التلفزيون، ويعني أشياء كانت منفتحة يعني، وأغاني عبد الحليم كانت تعرض وأغاني كذا، أم كلثوم وهي يونس تغني وأبي فوق الشجرة وأمي تحت الشجرة والعمر كله حبيته فيك ومدري إلى آخره، كانت تصدع في كل مكان. طبعا كان عبد الناصر قد انتهى وصوت العرب قد وقف، وتحول صوت الإسلام عندنا إلى نداء الإسلام،
وهدأت الأمور وجاء السادات ويعني هدأت الأمور وسكنت. بعد مجيء الثورة الخمينية بدأ الملك فهد ينظر إلى أنه لابد من إيجاد قوة إسلامية تستطيع أن تقابل هذا المد الديني الشيعي الذي يمكن أن يجتاح البلاد، ولذلك مهد وسهل وأتاح وشجع وجود الأنشطة الإسلامية بشكل كبير جدا، لكنه وضع شرطا وقاله في خطابات مع يعني مدراء جامعات ووزراء آنذاك، قال نريد إسلام سعودي. يا سلام. وكان هو أظنه هو أول من أطلق هذه العبارة، إسلام سعودي لا 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 يحاول الوصول إلى أي تشكيل سياسي أو ليس له طموح سياسي، يعني إسلام مفصل كما تريد الحكومة السعودية. يا سلام. هكذا كان، وبدأت الأنشطة وبدأ الناس يأخذوا راحتهم وبدأ التدين ينتشر والأشرطة تنتشر والدعوة تنتشر وكانت الأمور يعني ببساطة، الناس كلهم ما عندهم أي إشكال في هذا. جاءت الطامة وجاءت المشكلة في عام 1400 في بداية القرن الهجري، وهي قضية جهمان. فلما جاءت قضية جهمان كانت صدمة كبيرة جدا، واحتلاله للحرم كانت يعني صدمة غير متوقعة، ويعني كانت يعني كل الناس استاءوا منها، سواء كانوا شباب من شباب الصحوة أو كانوا العلماء أو التقليدين. هل كان شباب الصحوة يتبنون ويدعمون حركة أو حادثة الجهيمان؟ فيه يساريين في مصر وفي غيرهم كانوا يرون أن الجهيمان شخص ثائر وأبو ذر الجديد زي كذا يعني، وكان رفعة السعيد ومجموعة الناصريين واليساريين في مصر يعيدونه، وكتبوا عنه كتب يمدحونه ويعيدونه، لكن هذا أدى إلى أن حقيقة أن هذا الوضع كان سيء جدا. هو جهيمان جاء يعني حقيقة يعكس وضع سياسي وأمني وشرعي وخلفية تاريخية استلهمها على طول المدى من الأسلاف الماضين. يعني لم يأتي جهيمان بشيء جديد مستحدث. الذي جاء به جهيمان مستحدثا هو قضية أنه ألغى النظر في كتب الفقه، وبدأ يركزون على قضية الحديث وعلوم الحديث والمصطلح، وبدأوا يركزون في علم الحديث على أحاديث الفتن وأخبار آخر الزمن وما أشبه ذلك من الأمور. يعني كنت أنا ذاك أنا في الجامعة، وكانوا زملائي كنت سكنت يعني بالموافقة أو بالمصادفة مع مجموعة منهم. ربي ستر عليك يا شيخ. أي والله ربي ستر عليك. وأنا كان عصوف الحين جاي من حلقة عنك. طيب أنا جئت من القرية يعني عندي شيء من الوعي والقراءة والاطلاع، وأيضا من تعليم الوالد لي رحمه الله، كان هو أيضا مفتح الأفق، ما كان منغلق على يعني على ما تعلمه، لكن هم كانوا عندهم هذا الاتجاه نحو الأحاديث وإلغاء كتب الفقه، وبدأوا حتى نحن في الجامعة صاروا يثيرون مشاكل في داخل الجامعة. فمثلا أنا لما كنت معهم كانوا يتشاورون في الشقة، قالوا من يستطيع، لأن كان السكن يمسك بنشاطه الشيخ عوض القرني وأخوه الشيخ مناع القرني، فقالوا من يستطيع أن يؤذن الفجر بدون أن يقول الصلاة خير من النوم، لأن هذا بدعة، صلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول. قلت عندي بشروبي وأنا أبو هندي ما أربهم. فطبعا واحد أذن قبلي الأذان الأول وقال الصلاة خير من النوم، وقلت طلاب نايمين، وأنا يوم جيت الأذان الثاني أذنت في واحد عتيبي الله يذكر بالخير اسمه فلان الصوات، كان منتسب عندنا كبير في السن ورجل عاقل وهادي، قال يا ولدي وش بك ما قلت الصلاة خير منه، قلت والله بدعة، قال الله يكفينا شرك، ومن جت بدعة دي. طيب جميل، أذنت بدون الصلاة خير منه. أيوة.
يعني تصور التصور كيف يعني، وعشت معهم وأهراهم يتصارعون على قضايا جزئية صغيرة صغيرة صغيرة، ويتخاصمون ويتهاجرون. واحد من زملائنا في الشقة نفسها أراد يعمل مخلل، مخلل في ترمس، وقطع المخلل وحط عليه كذا وحطه وقفل عليه حطه في المطبخ. جاء واحد طنت في راسه قال المخلل يمر بمرحلة الخمر ولا لا؟ قالوا لا يمر. قالوا بعدين تخلل، قالوا هذا الحرام إذا هو نجس، وقام كب المخلل في عزك الله في الحمام وعز الله السامعين. فقام هذاك تلاط شوية ضربه. واحد يسكر بنص كيلو مخلل هذا السالفه هو اصلا هو يتحول، ما عاد يبقى فيه خمريه اصلا، كل المخللات هكذا يعني. لكن انا اضرب هذا المثال لكيفيه العقليه التي كانت موجوده عند هؤلاء الناس. بعضهم قتل في الحرم، بعضهم قتل في الساحات بعد ذلك. فكانت هذه التركيبه الموجوده لهذا الامر. المظلة العامة التي تحرك منها جهيمان هي في الهيئة الدينية الرسمية الموجودة، والناس كانوا يحترمونها، وهيئة العلماء محترمة، كان له خط مع الشيخ من باز حسب ما قال يعني. نعم. مع العلماء كثير. نعم. يعني حتى هو كان يخطب وكان يقول يعني من أراد منكم أن يصبح مجتهدا فليدرس عند الشيخ مقبل هادي، كان الشيخ مقبل الوادعي معهم. الآن هو يعتبر التيار الجامي الآن الشيخ مقبل من هادي. صحيح؟ بعدين. نعم. بس لاحق. نعم. لأن كثير من يعني تابوا من الجهمانية تحولوا إلى الجامية. لكن كان الشيخ آنذاك يعني شيخ، هو عنده علم بعلم المصطلح وكذا، فيقول 15 يوم عند الشيخ مقبل وتتحول إلى مجتهد في الافتاء، درجة الاجتهاد خلاص، درجة يعني شيء غريب، كان مجازفة غريبة. أيضا إغراقهم في قضايا الفتن وأخبار آخر الزمن يعني بشكل غريب وكبير جدا، وهذا أنا لاحظته وشفت زملائنا يعني الذين كانوا يعيشون معنا دائما. وأيضا كانوا في كل يوم يسألون من رأى منكم رؤيا، وبدأوا يتداولون قضية من رأى رؤيا من رأى رؤيا. وتركزت عندهم قضية في مهدي سيطلع ويخرج، وأصبح حديث نفس يتداولونه بينهم، وشاع حديث النفس هذا حتى صار كل واحد منهم الجيعان يحلم بسوق الخبز زي ما يقولون يعني. فهم صاروا يرون هذه الرؤى ويتداولونها ويتعاملون معها. رفض أصول الفقه، رفض الأقوال الفقهاء والعلماء، الدورات المبتسرة عند مقبلة وعند غيره من المشايخ الذين كانوا معه آنذاك التي تهيئ الشخص ليصبح مفتيا، جعلت منهم أناس يعني عندهم جرأة كبيرة جدا على إصدار الأحكام في كثير من القضايا وكثير من الأمور. طيب الآن تشكلت هذه النواة أو تشكلت هذه البذرة، إيش كان موقف العلماء الرسميين من الدولة منهم؟ هل كانوا يعني يقمعونهم؟ هل كانوا ينصحونهم؟ هل كانوا يحذرونهم؟ أو كان فيه نوع من التعاطي والتعامل معهم؟ والله كان العلماء، كان أكثرهم الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه ويغفر له، كان يعني إذا عرض عليه أمرهم ينصحهم ويوجههم. لكنهم في قضية التدريب العسكري وقضية المهدية كانوا يخفونها عن خواص منهم، لأنهم كانوا يتدربون عندنا في الجنوب. أيوة. فمثلا على سبيل المثال الشقة التي أنا سكنت معهم فيها في بعض الوقت، ليس كل الذين في الشقة كانوا يذهبون إلى مقابلة جهيمان أو الذهاب إلى المعسكرات التي كانت في تهامة قحطان. كانت في منطقة اسمها الفرشة تحت الجوة تحت سرات عبيدة، هذه المنطقة منطقة خالية ويذهبون فيها يتعلمون الرمي، وكانوا استقطبوا أيضا مجموعة من أهالي تلك المنطقة وهم رمايين من الطراز الأول، جاهزين بحاطين ما شاء الله. نعم. حاطين ممتازين ورمايين يعني حياتهم في الرمي، والأسلحة على الحدود اليمنية قريبة يستطيعون استجلابها. نعم. أسسوا معسكر هناك وتدريب لكل من يثقون فيه ثقة مطلقة يأتي إلى هناك ليتدرب. كان عندهم أيضا بعض المزارع في القصيم وفي المدينة وفي منطقة اسمها تمير،
وكذا كان يذهبون أيضا يتدربون فيها. لكن أكثر التدريبات القوية والشديدة والصعود الجبال والمشي في الأودية كانت في تهامة قحطان في منطقة جلة الموت والفرشة والمنطقة هذه. فهو يعني أعتقد أن أظن أنه تنظيم غير مخطط بشكل دقيق ولكن له رأس وهو جهيمان بن سيف، وعندهم اجتماعات يخص بها خاصته من الناس. طيب كيف إيش وش سالفة المهدوية هذه وكيف وصلوا إلى مهدي من عندهم؟ يعني هو جهيمان كما أنا ما رأيته، لكن الذين الزملاء الذين كانوا يذهبون يقولون كان يحضر المجلس متلطم ويطالع ويسمع الكلام ويعقب بكلمتين ثلاث ويمشي، وكان يعني فيه صلابة وشدة وقوة. حتى من القصص الطريفة أنها كان مرة رايح جهة الدلقان وكان معه جمس أبو عبارتين زي ما يقولون، وصدم واحد صدم قال هذاك الله نادي الشرطة عشان قال كم تصلح سيارتك أعطيك إياه الآن تصلح السيارة انتين. قال لا لازم الشرطة. قال ابن حلال خذ أكثر مما تحتاج، سيارتك تصلح بألف خذ 5000 ومش. قال لا مسك أنا دفعه لين عاف ضربه. هذا الرجل طبعا راح اشتكى ومدري ايش، يوم طلع شيء ما قال والله ان هذا اللي ضربني هذا هو، يوم شاف صورته في التلفزيون الصحف. طيب لا شافه في التلفزيون طلعوه في التلفزيون قال والله ان هذا اللي ضربني اعرفه هو بشعره وبعيونه وكذا، مع انه مسخم وجهه حطوا عليه سخام على وجهه وكذا لكن هو عرفه يعني. ف سؤالك انا نسيتك والله، دخلنا احنا في سوالف ترى. الان كيف وصلوا لفكره المهدويه هذه؟ ايوه يقال ان ان محمد بن عبد الله القحطاني من اهل الواديين من احد رفيده، هو كان في كليه الشريعه في الرياض وكان ذكيا جدا وحفيظ من الطراز الاول المعي في ذكائه وشديد وقوي، فرأى أنه المهدي عجيب. وقال أنا من أسرة من الأشراف صحيح في أحد رفيدة أشراف حتى منهم الشاعر هذا عبد الله الشريف هذا المشهور، ربما أنهم أشراف الله ما أدري، لكن هو قال أنا من أشراف وأنا اسمي محمد ابن عبد الله وأنا رأيت رؤيا أنني المهدي. خلاص فأخذها جهيمان ونشرها و بدأ يتكي عليها وأصبحت حديث نفسي يتداولونه، وبدأ السعي في تطبيق الرؤية وليس الرؤية 20-30 لا الرؤية المنامية. هذه ما يحتاج لها منام، هذه تجيك وانت صاحي بعض الكوابيس يعني تصير مشكلة. طيب و يعني بدلا من أن تكون النبوءة في قضية المهدي يعني هي تاتي أصلاً إذا كانت النبوءة هذه التي وردت في أحاديث المهدي التي من صححها من أهل العلم أنها تاتي، هي تاتي من حالها. طيب. أما أنك أنت تروح تسعى لها ممتاز. لا وراح سعى لها ممتاز. طيب الآن جند الناس على أساسه. طيب الآن دخلوا الحرم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه وتم فضل الاشتباك بأي طريقة كانت، لا نريد تدخل فرنسي تدخل أردني تدخل باكستاني، لا السعوديين هم الذين قاموا بكل شيء، ليس هذا محور حديثنا. ما الذي تغير بعد أن انتهت هذه الحادثة؟ ما الذي قامت، ما الذي سببت هذه الحادثة؟ أنا أريد الاختصار عشان وقتك الكريم، أنت قلت 45 وعطيتنا ساعة والظاهر إنه بنمدها، لكن بتشوف أدرني الناس زعلانين، الناس اللي يقولوا لازم أكثر من حلقة يعني، بس إحنا الجد الموجود. الحقيقة يعني الذي تغير أولا صار فيه رعب عند الناس من التدين كما حصل الآن. أيوة. حتى بعضهم راحوا حلقوا لحاهم وبعض يعني أذكر لك قصة طريفة معلش خذوها الليلة سوالف شيبة يعني. لا أنا استمتع نفسي. واحد كان مدير فرع وزارة العدل في أبها اسم الشيخ صقر المدري الله يحفظه كان حي ويرحمه كان قد مات، وكان هذا الرجل فاضل إذا ذهب الأسواق كذا يوعظ الناس وكذا، فنزل إلى منطقة اسمها خميس البحر في تهامة وبدأ يعظ الناس يا الناس وكذا موعظة في السوق
يجتمع حوله كم أحد يوعظهم عن الصلاة عن ذكر تذكير وكذا. هذا كان معروف في الأسواق، حتى كان في سوق الباحة، سوق الظفير، في قلوة، في المندق، في كله يعني اللي ضيوا. حتى اللي كانوا القبائل عندهم كلمة يقوم يطلع واحد على المصاح ويتكلم موجودين. المهم هذا الشيخ الله يرحمه أو يغفر له تكلم، وجاء عسكري جاي من جدة، كانت الحادثة اليوم الذي قبل والناس ما سمعوا بها أصلا إلا الذين يتابعون البي بي سي آنذاك، وكانوا يعني مهتمين بالأخبار. كانت البي بي سي هي عبارة عن قناة الأخبار التي يتابعها من يهتم. فجاء هذا العسكري وقال لمدير المركز أنت باقي تخلي المطاوعة ذولا يعظون، والله ما عاد في مكة واحد يقول لا إله إلا الله، نزله. والله أخذ الشيخ صقر ما يعرفون منه وحطوه في التوقيف، ويجي العسكري هذا يدخن عندها باقي توعظ، ها باقي توعظ وباقي أنت بالمطاوعة، وقام يتفع عليه وكذا. المهم أخويا الشيخ افتقدوا دورونا قالوا الشرطة أخذته، راحوا كلموا القاضي. القاضي طبعا هذا مديره، راح القاضي قال المدير العسكري كيف سجنتوا الشيخ؟ قال والله جانا كذا وكذا العسكري هذا. قال الله يعملكم اللي تستحقوا، فكوا الشيخ هذا، هذا مدير فرع وزارة العدل، هذا مديرنا كلنا. يعني هذه صورة تعطيك نوع مما حدث آنذاك من ارتجاج عند بعض الناس. لكن حقيقة الدولة تصرفت آنذاك تصرف حكيم، أنا يعني حقيقة أعتبرها تصرف حكيم. ليش؟ لأنها حصرت متابعتها ومراقبتها للفئة هذه نفسها، ولم يعمموا على كل متدين. يا سلام. إنما أخذوا من كان متهم أو حولهم أو حول هذا الجو، والذي ثبت أن ما له علاقة وما كان يدري فكوا الحمد لله، والذي كان عنده علم وكذا عاقبوا بعضهم بالسجن، والذين مسكوهم في الحرم قتلوهم ووزعوهم في مناطق المملكة وقتلوهم. لكن طبعا كان آنذاك حصل خطأ أيضا من الدولة، أنه رفض اقتراح للشيخ عبد العزيز رحمه الله، أنه قال أنا أذهب إليهم أناظرهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينما في بلد يعني إهدام على الحرم. قبل ما يصير القتال في الحرم الشيخ بن باز طلب أنه يناظر هؤلاء، يعني قد مسكوا الحرم هم قدهم موجودين في الحرم. ممتاز ممتاز طيب. لكن رفضت الفكرة، وأظن والله أعلم هذا استنتاج مني، أن الملك فهد خاف أن المشايخ يتأثرون بدعوة جهمان ويتحولون إلى أنصار له. فطبعا رفضت الفكرة هو والناس كلهم، ترى ما هو فقط، يجهلون إيش ماذا يريد هؤلاء الناس، إيش كانوا يبغون فعلا. يعني هم فعلا كانوا مقتنعين بقضية المهدية حقيقة، يعني كانوا مقتنعين بها، وكانوا يظنون أن الجيش سيخسف به بين مكة والمدينة، وأنه حتى أن سمح للناس أن يخرجوا. أنا الشيخ محمد بن سبيل رحمه الله حدثني بنفسي ما بيني وبينه واحد بكل تفاصيل ما حدث، وما في داعي ندخل للتفاصيل هذه وهي كثيرة ومعروفة وتكلم فيها الناس، لكن سمحوا للناس يخرجون وما مسكوا، يعني يقولوا مسكوا رهائن، والمسلسل هذا يصور أنهم مسكوا رهائن، لا ما هم في الحقيقة فتحوا الأبواب، لكن كانت الأبواب فيها حراسات منهم وفي باب المروة، يعني بعض الأمور محزنة لكنها مضحكة. باب المروة كان فيه مجموعة منهم مسلحين، وكان فيه مركز للدفاع المدني، فالعسكر شافوا الباب أغلق وجاءهم أمر قالوا خلوا يفتحوا الباب. جاء العسكري يدق افتحوا الباب وإيش تقفلون الباب، فتحوا الباب أعطوه رصاصة في رأسه ومتمدد مسكين عند الباب. هم ما كانوا يقتلون إلا العسكر، وكانوا قناصين من الطراز الأول. لما جاء الفرنسي واقترح عليهم قضية الغاز، هم اقترحوا، كان هناك مقترح أظن من الأمير نايف أو من غيره بأن نكهربهم، وكان هناك مقترح بأن نهد المباني التي هم فيها ولو شطر من الحرب ونعيد بناءها. لكن الفرنسي كما تحدث وأنا سمعت بعض مقاطع في اليوتيوب،
اتصل جيسكار ديستان على ذاك وقال له هذولا إذا كهربوا بيقتلون كل حتى العسكر حقولهم بيقتلون لأن الأرض مليئة بالماء والكهرباء بتقتل الجميع. فإحنا نبغى خراطيم نبغى منك كذا للغاز ونبغى كذا وحفروا حفر واستخدموا الغاز ويعني اللي مات اللي مات وخرج اللي خرج من أثار الغاز. فالشيء أنهم تتبعوا أتباع جهيمان ولم يوسعوا الأمر لاستعداء ولم يتجاوزوا هذه المجموعة إلا قليل من الوعاظ وبعض التبليغيين الذين كانوا عندهم الرؤى والأحلام هذه التي قالوها. فكان هناك شيء من التعامل بل كان هناك عقلانية في حقيقة الأمر في التعامل مع هذه القضية. طيب الآن إحنا نريد أن نطوي هذا الملف وفي حدث مهم جدا البعض يتكلم عنه. يقول أنه في بداية التسعينات كان هناك لقاء شهير ما بين بعض الدعاة والعلماء السعوديين من الأسماء المعروفة وما بين الأمير محمد بن نايف تحديدا أنه قال لهم أعتقد أنه في 92 أو 93 قال لهم أنتم انشغلوا وانخرطوا بالدعوة إلى الله والعمل وكذا وكذا لكن ابتعدوا عن السياسة ولكم منا كل الدعم. هل عندك أي علم عن لقاء مثل هذا؟ لم أسمع به أبدا هذا الكلام ما سمعت به على معرفتي بأكثر الشخصيات والرموز ما سمعت به حقيقة. وأظن أنه لو حدث يعني يمكن التقى بأناس يعني خاصين اختارهم هو ما أنا لكني لم أسمع بهذا الأمر. طيب. لكن طبعا في شيء آخر الذي أدى في عهد الملك فهد أيضا أدى إلى تزايد الوتيرة وهو الجهاد الأفغاني. أيوة كنت بجيك أنا في التفصيل حتى كل الدول التي وقعت فيها معارك أو خلافات سياسية أو رفع فيها علم الجهاد والدعوة إلى الجهاد كيف كانت الدولة اليوم؟ طبعا في ذلك العصر كان أنا لم أشهد تلك المرأة للحكمة لكنني أسمع منها وأقرأ كانت هذه الأمور وكل هذه الدعوات إنما تتم بناء على دعوات ودعم من الحكومة نفسها. كيف حصل هذا؟ ابتداء من الثمانينات لو, 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 لو حصلت بعض والله الذي حصل طبعا أن الروس غزوا أفغانستان والناس طبعا استنفروا في الأمر وأمريكا استنفرت وطلبت من الدول الخليجية أنها تدعم باكستان التي ستقوم بعبء احتضان الفصائل الأفغانية والمجاهدين الأفغان. وبالتالي في هذا الجو أتيح للناس أن يسافروا منهم من يذهب للإغاثة منهم من يذهب للدعوة منهم من يذهب للقتال. وكانت الحكومة تقدم تخفيضات حتى في التذاكر للشباب الذين يريدون الذهاب إلى هناك وكان الأمر عادي وجمع التبرعات في المساجد وكانت حتى هناك هيئة عامة لجمع التبرعات لأفغانستان رأسها الأمير سلمان أنا ذاك كان أمير الرياض هو الذي كان يرأس هذه الهيئة وهو الذي كان يحث الناس ويحث التجار ويحث المجتمع على جمع التبرعات وعلى حتى النساء كنا يضعن حليهن لهذه الهيئة ويجمعون الأموال وبعضهم حتى أصحاب الشركات كانوا يهبون السيارات ويرسلونها لقادة الأفغان. يعني مثلا أنا رأيت عند الشيخ سياف سيارة بك شو اسم هذا لاند كروزر يقول أهداني يا خالد الفيصل مصطفحة وممتازة وجيدة عبد رب الرسول سياف اي نعم. فكان الجو كله مع هذا الأمر وليس هناك يعني حتى الذين كانوا يتحفظون في مشايخ كانوا يتحفظون على ذهاب الشباب إلى أفغانستان ويرون أن فيها يعني تغرير من المشايخ كان يتحفظ يعني الشيخ سفر الحوالي كان يتحفظ الشيخ ناصر العمر كان يتحفظ يعني وأظن الشيخ أيضا سلمان العودة كان يتحفظ في يعني مشايخ كانوا يتحفظون على الذهاب إلى أفغانستان ويرون أن فيه تغرير بالشباب وأن الأفغان ليسوا في حاجة إلى شباب يذهبون إلى هناك والذين ذهبوا يعني أنا مثلا أنا ومجموعة من المشايخ كانوا نأخذ تذاكر من الشيخ بن باز يرسلنا لتعليم في المخيمات الأفغانية والوعظ والإرشاد والفتوى والمدارس ومتابعة كذا وهيئة الإغاثة إلى آخره. لكن لما تدخل في أجوائها ستجد أن الأجواء أجواء بالذات أجواء الشباب العرب كانت أجواء متوترة
ومتشنجة وفيها كثير من العنفوان وكثير من الجهالات، ولم يدخلها آنذاك في بداية الأمور التكفير، لكن الشدة كانت موجودة. الشدة أرض خصبة، هذا الحال أرض خصبة جدا قابلة لهذا الأمر. طيب هل ترى أنه الجهاد الأفغاني الذي تم، وهذا رأيك الشخصي، هل ترى أنه الدولة استغلت هؤلاء للتخلص منهم، أو الدولة بشكل أو بآخر لبت النداء الأمريكي لقتال الخصم السوفيتي، أو كان فعلا هناك نية صادقة من الدولة أنها تريد الجهاد؟ والله شوف، التحليلات في هذا الميدان هي هي الثلاث البدائل التي ذكرتها أنت، وأنا في تقديري ما في شيء يرجح شيء على الآخر. أظن أن كل هذه الأغراض كانت مع بعض تمشي، موجودة، كانت موجودة، لكن ما كان فيه، ما أظن أن كان فيه نية إيقاع بالشباب أو تغرير بهم أو استدراج لهم ليقعوا في مثل هذا. أنا ما أحسست أن هذا الأمر كان موجود، لكن الناس كلهم هبوا، يعني حتى غير المتعلمين، حتى العوام، حتى النساء، يعني كل الناس هبوا. لما يعني، وكان الإعلام السعودي بكل أقنيته وصحفه يغطي يوميا حوادث أفغانستان، تركي التخيل، داود السميان وغيرهم، كانوا هؤلاء يقودون الدفة الإعلامية. طبعا الإعلام كان وحيد الناس، على أن أفغانستان بلد المسلمين الذي احتل، أين أنتم، لماذا لا يعني تساعدونهم، إلى غير ذلك من الأمور. يعني جمال خاشقجي رحمه الله كان مما يعني يعاب عليه مؤخرا بعد حادثته، أنهم يعني يقولون للإعلام الغربي أن هذا كان موجود في أفغانستان، ترى وهو كان مبعوثا للإعلام السعودي بشكل إعلامي، وكان إعلامي هو وغيره، راحوا كثيرين، راحوا إعلاميين وكثيرين ذهبوا ما عندهم إلا مراد الخير للبلد وأهله، إما متبرعين أو أطباء أو أصحاب إغاثة أو حتى مقاتلين ذهبوا يقاتلون يساعدون وما أشبه ذلك من الأمور. يعني فكانت هبة عامة في العالم العربي كله وفي السعودية على وجه الخصوص. جميل. طيب الآن انتهت هذه الحقبة، ونحن تجاوزنا الوقت، بس ما بعلمك أنا تجاوزنا. والله أنا شايف، أشوف الساعة عندي، لكن يلا ماشي. الناس قال ما معك حق توقف، لكن انا استاذن. لو كان معك عصيده ودغابيس كان قعدت انا وياك الى اخر، لكن لا شيء، لا هادي ولا ديك ولا حتى قهوه. اجيك انا ان شاء الله هناك وابشر بالخير، ما عليك. الله يجزاك خير. طيب احييك الدكتور، مت الى هذه الاوقات وهناك تجانس، الدوله راضيه عنكم ما شاء الله. تحدثون، انا اذكر في 96 97 98 اذكر كان يجينا واحد ما نعرفه، ناس يجون بسياراتهم يصلي العشاء، بعد صلاة العشاء يجي ويأخذ الميكروفون ويحدث بالناس دعوة. نعم. يخطب يقول كلمتين، وواحد يغضب نص ساعة والثاني ساعة وواحد ساعة ويحدثون، ما شاء الله تبارك، ما نعرفهم، يعني ليسوا من أهل الحي والمنطقة. صح. كان في مخيمات، كان في مناشط دعوية، كان في كذا كذا. متى بدأ الخصام، الفراق ما بين تيار الصحوي والدولة، ومتى، طبعا الآن حصل طلق، الآن ما عاد فيه، لكن متى بدأ الخصام، متى بدأت معالم الخلاف؟ هو ما كان خصام في حقيقة الأمر، هو كان حرب من جهة واحدة. في عهد الملك عبد الله بدأ التنمر على الاتجاه الإسلامي. طبعا هذا أعقب حوادث التفجيرات وحوادث الإرهاب التي قام بها مجموعة من الشباب القتاليين الذين استهدفوا مراكز واستهدفوا مباني حكومية ومجمعات سكنية وغير ذلك من الأمور. يعني بدأ ليس في أول عهد الملك عبد الله، ولكن يعني بعد مضي مدة من عهده بدأ بالهجوم، هجوم إعلامي لشيطنة الفكر الصحوي أو الدعوي أو من بعد 11 سبتمبر تقريبا. أي نعم نعم. بدأت العبور. طيب ممتاز. بدأ الأمر يتصاعد قليلا قليلا قليلا، وأخذ دوره في التصاعد إلى أن وصل إلى الحد الذي نحن فيه الآن. طبعا الربيع العربي أو أحداث الثورات العربية بكل تأكيد، وصول الإخوان إلى الحكم. لا، احنا اذا اخذنا عهد الملك عبد الله من بدايه قبل عبد الربيع، قبل، وكان عنده خلفيته القوميه، وكان هو من الضباط من الامراء الاحرار، كان هو ايضا شخصيا
يعني عنده تحفظ أو عنده رأي في الإسلام السياسي الذي يمثله الإخوان، وما كان راضيا، لأنه أصلا استرجع، استطاع الملك فيصل أن يسترجعه وأن يستدرجه من بين المجموعة، مجموعة إخوانه الذين انشقوا وكانوا في لبنان، استرجعه وسلمه، أنشأ له الحرس الوطني وسلمه إياه. فبقي هذا المكون موجود لديه. الأمير طلال بيّن في إحدى اللقاءات في إحدى القناة، أظن في قناة العربية، ذكر بأن الأمير عبد الله كان واحد من أعضاء الملك عبد الله كان واحد من أعضاء الأمراء الأحرار وكان من قادتهم آنذاك. فهو أيضا مستبطن هذا الأمر، لكن طبعا مع قضية ازدياد العمليات الإرهابية الموجودة في البلد زاد الضغط في هذا الاتجاه، وبدأ الحديث عن أن هؤلاء الشباب، وهذا الحديث غير صحيح بالمناسبة، هؤلاء الشباب هم نتاج الصحوة. جميل. مع أن كثير منهم ليسوا من نتاج الصحوة وليسوا من أجواعها. جميل جميل جدا. طيب، وصلنا إلى مرحلة الثورات العربية، الجماعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية أو التيارات، نعم، أو الحركات والتنظيمات، مع أن البعض يتحفظ على كلمة تنظيمات، مع أنه في اتهام يقول اتهام هذا أنك أنت تنتمي لجماعة أخوان المسلمين في السعودية. خليني أذكر لك قصة بالمناسبة. كنا في جدة وكان عندنا اجتماع يسمونه اجتماع العلماء، أو العلماء وطلاب العلم في جدة، نجتمع كل شهر وكذا، كل شهرين. وبعدين قلت لهم يا جماعة الخير، ذلحين إحنا كلنا متهمين، واحد إخواني، واحد سروري، واحد سلفي حركي، واحد سلفي. طيب إحنا ما دمنا متهمين، ليش ما نعلن أنفسنا، نسوي لنا حاجة ونعلن بدل ما نتهم بالكذاب الفاضي؟ ما يعني خلنا المهم خافوا طبعا كلهم. وعلى إثر يعني طبعا كان فيه كذا بيان كتبه، جاء التحقيق حقق معي أحد الضباط وطلبته تعرفني باسمك، قال والله ما عيني. قلت والله أني أدري منين أنت، ومن يوم قلت ما عيني. وطلع الرجال من حولنا من هناك. في الحقيقة أنه يوجد تيار متأثر بأفكار الإخوان ومدرسة الإخوان عريض جدا، وهذا يشمل أطياف كثيرة بتنوعات متعددة. قد تجد السلفي ومتأثر بفكرة الحاكمية وفكرة شمول الإسلام، وقد تجد الأخف من ذلك وهكذا. فهذا موجود، لكن قضية أن وجود تنظيمات مرتبطة بالإخوان ككيان أو بالتنظيم الدولي أو كذا، أنا لا أعلم أنه موجود في السعودية. يعني هناك البعض يقول عوض القرني دخل السجن، الآن سعيد بن ناصر هو الذي في عنقه بيعة، وهو الذي قدم بيعة لمجد الإخوان. أنت كيف عرفت وجدة؟ هذا كذب صريح، والله لم أقدم بيعة لأحد قط في حياتي. طيب ممتاز. طيب الآن جينا في لحظة في العهد الجديد، واعذرني على الإطالة مرة أخرى، وحصل اليوم مرحلة طلاق ما فيه واحد اثنين. كان الشيخ سلمان عودة ومعه البعض كانوا يتوسمون الخير، والأول بعض ما أذكر تغريداتك تحديدا في تلك الفترة، لكن كانوا يظنون أن ملك سلمان أو في هذا العهد سيكون الأمر مختلفا، حتى أن الشيخ سلمان العودة قال في تصريح شهير أن قواعد اللعبة قد تغيرت، ما يستطيع داود هذا. وأثبتت الأيام عدم صوابية هذا الرأي. السؤال، لو جات الدولة بكرة، البعض يسأل، قال اليوم الشيخ سعيد الغامدي وفلان 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 في الخارج، وموجودين المئات في ما بين تركيا وبريطانيا، لكن أنت من الذين آثروا أن يخرجوا، يعني والبعض الآخر آثر أن يبقى متخفيا. قالوا لو جات الدولة اليوم وقالت لهم خلاص اسمعوا، إحنا أمورنا طيبة معاكم، ارجعوا والأمور خير، وبنطلق سراح المعتقلين، وبنطلق سراح كذا، ستعودون مرة أخرى لحضن الوطن. أي أنتم ما عندكم مشكلة، لا تبحثون عن خطاب مؤسسات ولا خطاب مجتمع مدني، ولا تريدون تأسيس دولة يعني تواكب هذا العصر الذي نعيش فيه، وإنما هي عبارة عن ردة فعل، كأنكم زعلانين من الدولة، ليش الدولة الآن قمعتكم وأبعدتكم؟ أي نعم. طبعا هذا يعني أمر افتراضي أنه يحدث، وأظنه لن يحدث. جميل. لأن لا يعني أنا السبب في نظري أنا
أن الشخصيات الموجودة الآن على رأس النظام شخصيات لديها حمولات ضغائنية تاريخية كبيرة جدا، وهذه الشخصية يعني عندهم حفظ للمشاكل والمآخذ والعيوب والرغبة في الانتقام. هذا أمر ممتاز، وهذا الأمر مشكل أساسي ورئيسي في هذه الشخصية. وثم هناك خبرة كبيرة يعني لدى هؤلاء الناس في العمل في العمل كسجان. يعني مثلا على سبيل المثال الملك كان سنين عديدة هو أمير الرياض حوالي 30 أو 40 سنة ما أدري والله كم، كان هو مسؤول عن الأسرة والحاكمة والعائلة وسجنهم ومعاقبتهم ومجازاتهم في سكان السجون خاصة بهم، وأيضا كان يذهب هو بنفسه يعاقب بعضهم. فهذه الخبرة التي عاشها في تقديري أنها صبغت شخصيته بأن الحلول لا تكون إلا عبر هذا الأسلوب، قمع بطش أسلوب أمن أضرب وابطش، فإن هذا هو الحزم وليس هناك غير الحزم وليس هناك غير الضرب والبطش، واقتل من شئت واسجن من شئت ومدد السنوات السجن وإلى غير ذلك. البعض يقول هذا محمد بن سلمان، الملك سلمان غير راضي عن هذا. والله ما أنا في تقديري أن الملك يعلم بكل ما يحدث. صحيح بعض الناس يقولون أنه ما يعلم ولا يدري، وأنا ما أتصور حقيقة أنه لا يعلم ولا يدري، قد بعض التفاصيل لا يعلم، ولكنه في حقيقة الأمر يعلم بما يحدث ويدير ما يحدث في تقديري أنا. هل كانت الأزمة بين السعودية وقطر سببا في وصول هذا الاحتقان والخصام من الدعاة تحديدا والمشايخ، أو كان هم قاصمينهم وجاءت سالفة قطر ولعتها؟ لا، هي جاءت سالفة قطر قبل سجن المشايخ. نعم يعني أنا أقصد أنه هل كان ممنهج أنه ترى بنطش بهم يوم، لكن لأنهم أخذوا الأغلبية من المشايخ والدعاء وقفوا موقف المحايد في قضية قطر، يعني أقل على أقل تقدير كانوا يقولون إن شاء الله لما الشمل والصلح. نعم. فالدولة ما رأت أنك أنت اليوم وقفت بشكل أو بآخر مع عدوي، فقالت يلا بسم الله 2-1. لا، ما أعتقد أن هذا هو السبب لوحده. السبب في حقيقة الأمر هو أن هناك إرادة تخفيف السمنة الدينية لو صح التعبير، ويظنون أن المجتمع المتدين المحافظ مجتمع لا يقبل كثير من الأمور الملهيات والمغريات وقضايا الإفساد وقضايا كذا، ولأن الوعي في حقيقة الأمر وخاصة إذا واكب الوعي تدين يصبح لدى الإنسان حساسية قوية في إدراك يعني أماكن الفساد ومنابع الفساد وطرق الفساد. فهذا الأمر يظهر لي هو سبب رئيسي في محاولة القضاء على النخبة الواعية التي يمكن أن تحرك المجتمع في رد هذه القضايا وهذه المفسدة. لكن من اللطائف من لطف الله ومن رحمته أنهم بدأوا بالحصار على قطر وحربها قبل أن يبدأوا بالمشايخ. أيوة. فوجد الوضع له متنفسا في قناة الجزيرة، وإلا لو كان الأمر كالسابق كانت قناة الجزيرة مثلا ما كانت تستضيفني. أيوة. وما كان حتى الدكتور محمد الأحمري وهو مقيم في قطر ما كانوا يستضيفونه بأمر من الرياض، بطلب من الرياض وإلى غير ذلك من الأمور. لكن بعد ذلك لما حصلت الأمور صارت بشكل آخر مختلف. فقضية قطر ما أظنها إلا قضية إضافية وليست هي القضية الأساسية. هناك قضية أخرى أظنها في هذا الميدان قضية أساسية وخطيرة ومهمة في تحليل هذا الوضع، وهي قضية التطبيع مع الصهاينة. أيوة، أنا كنت جايك السؤال هذا. نعم. هل تعلم أن كل المعتقلين اليوم في السجون كلهم بلا استثناء، إسلاميهم والليبراليهم وحقوقيهم سنيهم وشيعيهم جميعهم بلا استثناء، لا يحضرني اسم واحد منهم إلا وهو رفضا تاما للتطبيع مع إسرائيل؟ كل وبالتأكيد المشايخ من هم من يقودون هذه من يقودون هذا الخطاب.
كل شعبنا رافض هذا التطبيع إلا فئة الميليشيات الإلكترونية ومن غرر به واستغفل في أجواعهم. وإن البقية يعرفون أن أنت يعني لما تطبق ليت المسألة تتوقف فقط على سوءها عند التطبيع على إسرائيل، لكن المعاداة للمقاومة وتجريمها وسجن حتى الناس الفلسطينيين الذين كانوا مقيمين في البلد من سنوات عديدة. الآن أكثر من 60 شخص في السجون يحقق معهم من أين تأتون بالأموال وكيف توصلونها، وحصار شديد على إيصال. طيب اليوم إحنا يقولون يا شيخ إحنا عندنا إحنا عداء مع إيران، أنا كيف أتعامل مع حركة حماس وهي تأخذ التسليح من عند إيران؟ أنا ما أقدر، أنا لابد أن أجرم هذه الحركة، خاصة أن اليوم أنا أريد أن أتحالف مع إسرائيل. هذه حجة تقول الدولة والسياسة لا. كل شيء فيها جائز من أجل القضاء على خطر الإيران. أنا أذكر بهذه المناسبة لما الرئيس محمد مرسي فك الله أسره أول زيارة زارها للسعودية، أحد الآن أسمي بين قوسين بالعام البلاعمة نسبة إلى بالعام بن باعوراء، كتب وهو ضيف للحكومة عند الملك، قال لا تصدقوا هذا الرجل فإنه يخادعكم وإنه يكذب عليكم، وإن هو رجل أوصلة يعني بهذه الأجهزة. فهم عندهم هذا الهاجس موجود، لكن الذي دفع حماس أو المقاومة بكل أطيافها إلى أن تأخذ من إيران وتستعين بإيران هو أنهم هم أحجموا عنهم، حصروهم، وقفوا ضدهم. فمن أين يأكلون ومن أين يشربون ومن أين يصرفون رواتبهم وكيف تقوم حياتهم وإيران تعطيهم؟ يعني مثل ما يقول في المثل، قطر وإيران كلهم يدعمون، مجتمع الأعداء كلهم يدعمون حماس، قطر وإيران وتركيا من جهة ثالثة. طيب هذا جيد أنهم يدعمونهم، طيب فلما لا يدعمهم هؤلاء ويقطعون الطريق على إيران؟ تنتهي القصة. وكان قادة حماس عندهم الاستعداد الكامل على أن يقبلوا بكليتهم لأخذ الدعم من السعودية باعتبارها بلد الحرمين وقبلة المسلمين وإلى آخره، وأن يقطعوا أي تواصل مع إيران، لكن قوبلوا. حتى مجرد الزيارة وحتى مجرد المقابلة أو الرد على المكالمات كان هذا أمرا مرفوضا وغير مقبول، لأن المفتاح في العلية، والعلية مفتاحها عند كوشنر وعند ترامب، وهؤلاء كلهم ما يبغون هؤلاء الناس. طيب ما يعرفون الناس العلية، لكن أنت تعرفها. طيب. معنا لفظة فصيحة ترى بالمناسبة يعني. طيب دكتور الآن خرجت أخبار للأسف مؤسفة، طبعا أنا أستبعدها تماما، أنه في ثلاثة أسماء تحديدا، الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والشيخ علي العمري، هذه أسماء سيتم إعدامها إما في آخر أيام رمضان أو في مع العيد. تعليقك على خروج مثل هذه الأخبار؟ أولا هي تسريبات كما تفضلت ما لها مصدر مؤكد، لكن أنا أظن أن تسريبات من عندهم هم، والغرض منها ربما جس النبض وربما التمهيد للجريمة. وهناك أمران في هذه القضية. أنت الحين تسمعني ولا لا. جالس ترد على التلفون؟ لا أسمعك، أنا بس جالس أطرد أشوت في الشات وقالت لازم أنا ألعب على خطين يعني. طيب هناك أمران، إن كان الأمر بالعقل والسياسة والمصلحة والإدراك والحنكة والحكمة فلا يمكن إجراء هذا الأمر أبدا، لأن لا يوجد أي مبرر أصلا لسجنهم فضلا عن قتلهم. وإن كان الأمر بالطيش وسوف نقضي عليهم والآن وفورا وجوال قديم وجوال جديد، فالطيش ما له حد، والطيش ما له عقل. الطيش لا تستطيع في الطيش أن تتنبأ وأن تتوقع بعقلية الطائش، وخاصة إذا ثبت وصح أنه مصاب بأمراض سيكوباثية أو غيرها من الأمراض. فهنا أمران، العقل يقول شيء
والطيش يقول شيء آخر. إيش المقصود من تسريب مثل هذا الأمر؟ يعني كما قلت مجلس النبض أو تمهيد الجريمة أو إرهاب وإرعاب بقية المشايخ الباقين وحصرهم في زاوية نفسية ضيقة من الرعب ومن الهلع والخوف. هذا بالمناسبة نموذج ستاليني قذافي كان يستخدم نفس الأسلوب هذا حتى يجعل الآخرين يعيشون في قوقعة من الخوف والرعب، هو بنفسه يمسك نفسه ويربط نفسه ويقيد نفسه، ما عاد يتحرك ولا عاد يسوي شيء، حتى ما يفكر، لا يتكلم ولا يكتب ولا يؤلف ولا حتى يهاجر. أيضا هناك هدف إقناع الناس بأن هؤلاء المشايخ الذين اعتقلوا هم من المفسدين في الأرض. أيوة هذا ما يردد طبعا، ما يردد. أيوة هذا ما يردد على نفس طريقة فرعون في سوريا وفي العراق وضيعتهم بفتاواكم. أستاذهم فرعون من قبل قال عن موسى يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذا يعني، وأيضا تصوير أن من يسلك هذه المسالك ويمشي مع هذول الناس فمصيره يعني مصيره سيكون جزاؤه مثل هذا الأمر. وأيضا من الأهداف المزيد أو التمهيد للمزيد من الإفساد الأخلاقي والعقدي، إلى حد أن واحد يطلع في برنامج يقول أن الإلحاد عبارة عن خيار ويجب أن يحترم. يعني هذا الشخص هذا الشخص بالمناسبة هو الذي يقول نعم جمال استحق الإعدام لأنه كان يخالف آراء أي طيب تناق، يعني حتى لا يوجد خط، لا يوجد مبدأ يقوم عليه هذا الكلام الذي يقوله هو. ما في أي شيء يعني. هناك رسالة أيضا مهمة يمكن تبعثها الدولة للجميع، سواء بسجن المصلحين والمشايخ والنساء. تقول هذه الرسالة وهي رسالة خاطئة ومدمرة وجانبة لكوارث كبيرة، لكن لمن كان يعقل ويتدبر، هي تقول لهم لا تفكروا في الاعتراض على الحاكم، فالحاكم إله إلا رضيه. الأمر الثاني تجنبوا الدعوة لأي إصلاح، لأن الحاكم هو المصلح الوحيد وهو العارف بالمصلحة وهو العارف بكل شيء، ورؤيته رؤية ناضجة ورائعة وممتازة ولا يمكن الاعتراض عليها. الأمر الثالث، الرسالة الثالثة، إما أن تكون مع الحاكم بكلك وإلا فأنت ضده تستحق العقوبة. هذا للأسف خطاب سياسي مدمر وممزق للمجتمع ومؤدي إلى كوارث في المستقبل. أنا لا أعرف من الذي يرسم السياسة، من الذي يضع الاستراتيجيات، من الذي يفكر في أمر البلد واستقرار البلد ووحدة البلد ما دامت هذه المعطيات موجودة الآن. الله المستعان. دكتور أنا أريد أن أختم معك، لكن أريد منك أن توجه رسالتين. الرسالة الأولى، هناك العشرات من الدعاة والعلماء خارج المملكة العربية السعودية ممن اختاروا الصمت، ممن اختاروا الصمت، وكل حسب عذره وكل حسب اجتهاده، لكن أنا أعرف أن الكثير منهم لو تحركت نسبة 15% من هؤلاء لأصبحت هناك كتلة ضغط حقيقية على الدولة. يعني جزاك الله خير، أنت تتكلم اليوم عندك أسرتك في السعودية جزء منها، عندك أبنائك، عندك كذا، عندك كذا، وهناك الكثير من الدعاء من يعيش هو أسرته حتى خارج المملكة لكنه أثر الصمت. فإذا لم تتكلم اليوم ما تتكلم. أنا ألوم العلماء والدعاء تحديدا، ليش؟ لأنه هو يتحدث أنه أنا منطلقاتي عقائدي، أنا منطلقي من الدين، أنا منطلقاتي كذا وكذا، ثم بعد ذلك يخذل الناس في الوقت الذي يحتاجونه فيه في أمس الحاجة له اليوم. هذه الرسالة الأولى أريدك أن توجهها لهؤلاء، واعذرني على القسوة. الرسالة الثانية أريدك أن توجهها إلى من يسمعك من هذا الشعب الكريم، ونختم بذلك ونعتذر على الإطالة. الله يجزاك خير كتبر. أما بالنسبة للقسم الأول، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج من إخواننا طلاب العلم وخريجي كليات الشريعة، أنا لا أريد أن أصفهم بأنهم مخللات ومربطين في داخل برطمانات، ويعني وماذا استفاد يعني الناس من مثل هؤلاء؟ هو الوهن، الضعف، الهلع، الخوف، مثل ما يقولون الشيبان عندنا، إذا حقل الخوف في بطن واحد لا الترجمة خير، حقل يعني نبت في بطنه في جوفه.
فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمن قلة بنا نحن يوم يدينا رسولنا؟ قال لا كثير ولكنكم غثاك غثاء السيل. فهذه المشكلة، هذه مش المشكلة الأولى، فيجب أن يتحرروا من مثل هذه الأمور. ولو قام كل أحد، أنا حتى أقول لو قام كل أحد بإصلاح مجتمعه الذي حوله، يكون مثلا أسرة عائلة أقارب جيران ينصحهم يعلمهم يشرح لهم على الأقل. أما هذا الصمت المطبق وهذا الطوفان من الفساد الهائل والاستبداد الكبير والجميع ساكت، العاقبة خطيرة جدا جدا ومؤلمة. وهؤلاء المشايخ الذين يعلمون قال الله وقال رسوله ويعلمون المواقف الشرعية التي تجب عليهم ثم يسكتون وهم لديهم القدرة إما على الهجرة وإما على الكلام، هم آثمون بلا شك في هذا الأمر، إلا من كان معذور أو مكره أو يعني الله أعلم بالأحوال. أما بالنسبة لمجتمعنا فأنا أقول بأن مجتمعنا ولله الحمد مجتمع خير وطيب ومبارك، وفطرته نقية ونيته طيبة. والله لو انقشع، لو توقف قدر الضغط هذا الذي نحن فيه الآن وانفك الغطاء، لرأيت من الناس من الخير ومن العطاء ومن البذل ومن شتم ولعن هذا العهد ما لا يمكن أن يخطر في بال أحد، لأن الناس أصلا بفطرتهم يعلمون أن هذا خطأ ومنكر، لكن الناس مصالحهم وحياتهم ومثل ما يقولون في المثل العامي يا أيها الناس اتبعوا الناس وما أنت إلا عود من عرض حزمة وموت مع الجماعة رحمة، ومن هذا الكلام الذي يبررون به الاستغراق والنزول في المستنقعات الآسنة التي لا مخرج لهم منها إلا بالعودة إلى قيمهم وأخلاقهم وشيمهم العربية وقيمهم الإسلامية التي ينبغي أن يحافظوا عليها. دكتور سعيد الغامدي، شكرا جزيلا لك على رحابة صدرك وعلى هذا اللقاء الجميل وعلى هذه المشاركة. أعطيتني 45 دقيقة بعدين تكرمت عليه ب 45 دقيقة أخرى. الله يجزاك خيرا. والحضور أشهد الله أننا مستمتعين بالكثير مما تقول، وودهم أنك تعطيهم ولو حتى مثلا يكون اقتراح ساعة أسبوعيا ساعة شهريا لقاء تسرد فيه شيء من التاريخ وهكذا. فأشكرك جزيلا على هذا. ولا تنسى أن زهران عم غامد، عم أخو أبوه، ولذلك العم الأحق يعني. الله يرضى عليك. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. أثابكم الله ونفع بكم وحفظ الجميع. اللهم آمين. كونوا أحرارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.